عوافي عوافي يا عيال ترجعون ان شاء الله. ان شاء الله راجعين باذن الله. ابشرك انا تدري والله العظيم يا رجال اللي خلقها لنا يا رجال انا من ناحيتي خلاص يا رجال تبلد بس وشو بس بحول يا رب في كلمه في كلمه واحده مقنعه خذ راحتك والله العظيم ان خلاص احنا وصلنا كم اليوم خلاص الحمد لله 83 صح بس برضو احنا 83 يوم وباقيت 10 ايام والله العظيم ان اللي يطلع مو خسارته لا لا هو شوف ولو انا اطلع اروح عن نفسي اكلمكم قسم بالله ما اشوف خسارة البرايم ركز معي البرايم واحد حد منكم اللي كل غفل اسمع على الترند لا كلنا سامينا طالع على الترند على مستوى دولتنا وعلى مستوى محبينا وعلى مستوى الناس اللي ورانا كيف الناس توقف والله العظيم كانها قضيه قتل يوم احنا مثلا نطلع برايم ولا نكون في مشكله معينه ولا وقفه معينه صح والله العظيم ما كنا الا واقفين على ديه قتل تدري اني ما اطلع من هاي كله ارباع الحزم واللزم اللي عندهم صح والله اني خلاص ناجحين خلاص هو ترى اللي يطلع برايم مو دليل على ضعف خلاص لكن تدري اني يوم اطلع انا برس وانا اكلم تدري من اكلم والله انا عندي عائلتي للامانه عائلتي اللي هو عائلتي الحقيقيه وعائلتي الثانيه الجمهور اللي يعطوني راهم ويتكلمون ويحرصون علي واللي يقولون ترك فخرنا واللي يوم انا اسمع كلامهم كذا يا ناس والله لو عندي هموم الدنيا وما فيها اني لا ارجع هنا خلاص ما افكر لك كذا ان الناس اللي شاهدوني الان ورا الشاشات اللي بتكي كان يتخيلهم عشان كذا اقول لك يعني باذن الله من ناحيه البرايم باذن الواحد راح اني راجع ان شاء الله يعني باذن الله راجع بقول اللي معي راجعين والله العظيم ان هاي شيء حصل لي اني جاتني فتره يمكن مبيعات ولقاطك لا ولقاطك صح في مشكله صح قبل يوم طلعت 24 ساعه ناس مشترين من متجر كثير بس يقولون الكود الظاهر عيط فعل بعضهم جايين يقول كود ما عرفنا تفعيله يا اخي ما ادري ايش المشكله يدخلونه يقولون اقول لك انا عرفت المشكله وش منها المشكله من العنوان لان الحين نفس الشيء حتى اليوم يخبروننا عن طريق الاداره جزاهم الله خير والله العظيم انه اخواني يطرشون وجماعتي واللي هناك يقولوا يا عثمان الكود ما تفعل نهائي كلهم حتى انا هالي ذاك المشتري بدون لدرجه انهم طرشوا يعني حوالات مبالغ هني عشان يشترون يعني عن طريق هنا ناس يعرفونهم طرشوا لهم حوالات عشان يشترون من هني لان قالوا ما تجي القمه ما يعني ما ظهر الكود عندهم في عمان اثنين من العنوان انا عندي والله لكن الحمد لله كان مبيعات الحمد لله طيبه في السعوديه من جمهور في السعوديه جزاهم الله خير ونفس الشيء زادوا مبيعاته جزاهم الله خير لكن بقول لكم كلمه احمد اسمح لي خذ راحتك انت اخوي مو علي قبل تقريبا اسبوع كذي كان عندي حماس فهمت يوم اشوف الشباب يطلعون وكذي صوب اهاليهم جاني حماس اني اطلع وكانت فرصه كانت الوالده بمسقط خذها لك يا رب فقلت فرصه اني اروح عمان شاورت بعض اخواني اللي هني في معي في القريه وشاورت حد في الاداره جزاهم الله خير وتوكم شاورني بعد انزين تعرف وش قالوا لي والله العظيم انه نفس الكلام اللي طلبته مني امي وش قال مع انه مسقط موجود وكل شيء ومستحيل ان امها تبى تشوف ولدها تعرف وش قالت لي يا عثمان انت صابر كل هالصبر اصبر واجلس والله ان شاء الله يرزقك بالمركز الاول وانت قده زين وان شاء الله بعون الله ان الله اراد ان انا وياك ان شاء الله متلاحقين لكن ما باك انك ما باك تضيع ايام على نفسك وانت بادل تعب عليك برضو تعب بادل الجهد اللي بذلته يعني في السابق صبرت الفتره هذه صح والله يا بعد كلمه الوالده الله يحفظها اني جاني باور فعلا حتى يمكن لاحظت الاسبوعين هاي اللي راحن يعني في حماس اكثر من الاول ليش والله العظيم لاني شفت خلاص قلت ما دام انه يعني حتى يعني الوالده تشتاق لولدها فوق هذا وعندها امكانيه يعني مساله الطياره فقط 45 دقيقة وأكون عندها قالت لا إن شاء الله الحمد لاحقين ضبط أمورك عيش جوك استمر وعسى فالك المركز الأول عاد ما بعد دعوة اللهم الله يخليك عثمان يعني هذا الله إن شاء الله صحة من مجرب صل على النبي اجعل إن شاء الله هو شاورني على 24 ساعة وأنا يلا تعال شوف أنتظرك ها هو شاورني لا تعال مستر أنتظرك وش تقول احمد؟ لا ابو مانع يوم اقولك اها هو تو شاورني يا صلوة تسمعني انا نصحته شاورنك من اول يوم شاور والان برضو عدت وين؟ يشاورك وش؟ يشاورني يقول اللي خبرتك يقول اروح يروح ما اروح الزبده في كلامي طول العمر وش تروح اليوم 83 باقي اسبوع لا قبلها هيك شاورني يقول حتى لو بيطلب مثلا كان هي الواحد يحن اخر اللي احنا عارفين عندي مجموعه شباب جالسين احنا عارفين وضعنا بعد البث كلنا نمسك يعني لابد الرجال يمر بضغوط بما انه هنا ما في شيء لهينا خلاص تمشي بين اربع جدران لكن
انا يوم طلعت برضو ال 24 ساعه طلعت الساعه 3 بالليل رحت بدور لي رحله ما لقيت الا الساعه 7 8 الصباح بطلع للمدينه وبوصل 9 الصباح بسلم على امي وانام واصحى المغرب وارجع ماني لاقي طياره وارجع على طول عشان القناه وانا كملي عن امي قبل هذا يعني من الان يمكن لي 4 شهور تقريبا اتصلت على نفس الكلام انا شفت قلت يما انا ودي اجي الحين ناكل لو اتاخر كيف ما ادري قلت والله يا ولدي انك تجيني بالعكس تقول اني انا يوم اشوفك على الشاشات يقول اني اشوفك اهم شيء بخير واهم شيء عاد امي عندها حاجتي فدائما توصين عنهم عليهم مو عنهم تقول عليك يا ولدي بالاكل لا يذبح كل يوم لان هي تشوفني انا اول يوم اشتغل اهلك نفسي اهلك نفسي واضغط على نفسي تحس مني ما اكل واقول يا امي اجي اذا سافرت طبعا اسافر كثير انا قلت تكفى يا ولدي عليك ما حاجتي تدف من البرد وشو وعليك بالاكل خل كل شوي اكل معك اللي حليب وكل شيء حتى الشرب واقول يا امه سوفي حاجتين لا توصيني فيها لك لا توصيني فيه ما يحتاج اقولها لها فقالت لي ذاك قالت دائما اشوفك بخير ولبسك كل مره ايام البرد كنت اطلع بنص تدري انك كانت تزعل اقول لها والله ما عندنا برد وقت لان يكون عندنا هناك برد زبده الكلام وقالت نفسي قالت يا ولدي والله اني ما ودي انك تجيني بالاول هذه كلمتها لي قالت مير انت خلك يا ولدي وانا اصلا ما يمديني ما مداني وصارت لي مشكله ذاك اليوم مشكله قويه نرفزتني برضه خلتني حتى بالفندق جالس فاقول لك يعني نصيحه اخو ابو عماد الامور زينه وان شاء الله احنا مخلصين باذن الله خذ راحتك دستني النائب اروح احط معجون شويه تمام ما تشوف الامور طيبه يا ابو عماد طيب. ان شاء الله ما عليك يا عين اخوك الله يخليها لك.